كيفاش انتم كجالية موجودة في أوروبا وخصوصا في النمسا تنظرون إلى ما يحدث في تونس؟ والله الحقيقة ننظر نحن يعني قاعدين نراقب في الأوضاع، وحتى كجمعيات مجتمع مدني عقدنا عدد اجتماعات لتدارس أوضاع تونس، لأن يهمنا، لأن عندنا علاقات وطيدة بشعبنا وقاعدين نقدم في مساعدات سواء في الاستثمارات أو في الآلات الطبية أو في الكورونا وغيرها من الجمعيات قاعدة تخدم على جميع المستويات في تقديم الدعم والعون لبلادنا، فيهمنا أمرها ونحن جزء لا يتجزأ من المجتمع التونسي قاعدين نتابعه. لكن للأسف اللي لاحظناه ودرسناه إنه ثم عدم وضوح في الرؤية، مش عارفين بلادنا وين ماشية بالضبط. الحقيقة هذه الشيء اللي قلقنا كتوانسة نعيش البر على مستقبل بلادنا. وأيضا الحقيقة نحن أصدرنا بيان الحقيقة يوم 28 جويلية وعبرنا على خشيتنا من التضييق على المجتمع المدني ولا ممكن الحاجات تقع، وللاسف وقعت. يعني قاعدين نرصد ونتبع في البيانات اللي قاعد تصدر فيها سواء من بعض المنظمات داخل تونس او حتى منظمات عالميه، قاعدين نتابع في التقارير اللي قاعده تصدر. الحقيقه ثم نعبر على الحقيقه على خشيتنا وعلى الحقيقه مش معقول انه مشتقى تضييقات على الحريات، هذه نعتبرها مكاسب للشعب التونسي لا تراجع لها، فمش معقول باش يقع ايقاف مدونين لان معبر على رايهم. بالطبيعه نحن من حيث المبدا ضد السب والشتم ولا واحد هذك الاعراض ولا كذا، لكن من حق التوانسه يعبر على رايه، من حق كل واحد تونسي يقول الراي اللي هو مقتنع به في حريه تامه ولا يسائل عليه، لانه هذيك حريه راي وهذه الحريات العامه يعني الحريات الخاصه والشخصيه نتاع الناس تعبر على رايها كيف حريه الاعلام كيف غيرها من الحريات. الحقيقه ما نحبوش انه يقع المساس بها. وايضا تم بعض الاجراءات الغير قانونيه اللي وقعت كيف الاقامات الجبرية اللي اعتمدت على قانون يعني قديم جدا من السبعينات، قانون غير دستوري وعبرت عليه حتى منظمة العفو الدولية في آخر بيان لها وعدة منظمات دولية أخرى. فالحقيقة ثم بعض الأشياء بعض الممارسات اللي الحقيقة غير مقبولة. نحن نحبه نحن من حيث المبدأ رانا كتوانسة كل متفقين إن نحارب الفساد، هذه مسألة لا شك، وأي إنسان مش يحارب الفساد نحن بنكون جندا له، لكن محاربة الفساد تكون في إطار القانون وعبر القضاء وعبر مؤسسات الدولة، ما تكونش يعني بطرق كيف اللي نشوفوا فيها من هنا ومن هناك. وتم واحد كل واحد يمشي حقه الوقت هذاك ماله في غابة، كان كل واحد باش يمشي ياخذ حقه، ناس هاجمين على محل معين، ناس كذا باش تولي فوضى. نحن ما نحبوش بلادنا توصل للحاجة هذيا. الحقيقة متقلقين من الوضع هذا، نتمنوا الحقيقة نحن في البيان بتاعنا والله طالبنا بكثير، طالبنا حتى رئيس الجمهورية نفسه طالب أن يكون مجمع لكل التونسيين وضامن الاحترام يعني الحقوق والحريات ونصوص الدستور والقانون، وطالبنا أنهم إذا وقعت خلافات وكذا تتحل داخليا. نحن ضد أي تدخلات أجنبية في بلادنا، ما نحبوش التدخلات الأجنبية، نحن توانسة بإذن الله رب يوفقنا ونحل مشاكلنا في أنفسنا من غير ما نقعد حتى طرف خارجي في الأشياء دي. لكن للأسف كيف ما قلت لك نلاحظ يعني ثم عدة ممارسات يعني غير قانونية. يعني عربي انتم عندكم توجس اساسا من حاجتين حسب ما فهمت من كلامك، هو من عدم وضوح الرؤيه في تونس، وثانيا من الخوف من التضييق على مربع الحريات والحقوق في البلاد. هذا هما تقريبا الهاجس نتاعكم كجاليه تونسيه في اوروبا. بالضبط. ونحن هنا رويات تقاطع مع يعني كمجتمع مدني في الخارج، تقاطع مع المنظمات الدولية قاعدة تصدر في البيانات وحتى مع المنظمات الوطنية وعديد من منظمات المجتمع المدني القاعدين نعمل في اتصالات وبرشة منظمات هنا في الخارج وحتى في الداخل وقاعدين نتابع في البيانات نتاعهم. فهذه قاسم مشترك، عندنا خشية، نحن نتمنى بلادنا ما تنزلقش الانزلاق هذاك، ماذا بينا نحن يعني تحل المسائل هذه داخليا في بلادنا وما ننزلقوش انزلاقات يعني نتخلوا فيها على بعض، نقولوا نحن على بعض الحقوق الأساسية يحققها الشعب التونسي. هذه نعم. خشيتنا، ولكن بحول الله نخدم بلاد بحول الله اني باش نواصل يعني كجمعيات المجتمع المدني في الخارج لدعم بلادنا على جميع المستويات. مثلا توصلنا لحد الان اكثر من 650 جهاز نزلنا منهم 350 وثم 350 300 اخرين قاعدين قيد تنزيل تونس، يعني قاعدين قيد الشحن، قاعدين
من الصين ومن تركيا، وايضا عندنا جمعيات تتعاون في تونس بمعنى بعديد من المليارات التونسيه على جميع المستويات، وقادرين يعني البلاد بلادنا تحتاج المجتمع المدني سواء في الداخل ولا في الخارج في اشد الحاجه لطول دعم ولدعم بلادنا. لكن ايضا لابد انه زاد كيف نحن تعطى ضمانات وتتوضح الرؤيه وتتوضح البلاد في الماشيه بالضبط، نفهم ونحن الامورنا في الماشيه باش نواصلوا في دعمنا للبلاد. العربي الريحاني منسق جمعيات المجتمع المدني بأوروبا، كنت معنا من النمسا، شكرا لك على مداخلتك.